لما ابن النحوي محمد بن يوسف وكان من توزر من تونس كان يعني أحد العلماء وصدر له من الملك أمر ملكي إنه هو ينفى بر البلد ويعني يترك بقى أهله وولده وماله وكذا. فقال له الناس اجتمع عليه الناس بعدما عرفوا هذا الأمر وقالوا له يعني إحنا نوصيك أن تتوسط عند الملك وأن يعني تذهب إليه فتطلب منه أن يعفو عنك وأن يعني كذا. فقال نعم سأتوسط عند الملك وسأذهب للملك. فقام من ثلث الليل الآخر يذهب إلى الملك الحق إيه ملوك الدنيا ماذا بما سينفعوننا؟ لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء. الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا سيدي يا منتهى أملي يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد. إليك يا إيه؟ إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فلم تستتم كلماته إلا وسمع طارقا للباب عنده يقول له أبشر يا ابن النحوي فقد عفى عنك الملك، فقد عفى عنك الملك. هؤلاء الناس كانوا يعرفون كيف يدعون الله، كيف يدخلون إلى الله، كيف يقرعون باب الله، كيف يقعدون على عتبة باب الله، كيف يناجون الله ويحسنون مناجاة الله سبحانه وتعالى ويتلذذون بالأنس بالله ومناجاة الله سبحانه وتعالى، كما فعل ابن عمر الضمدي لما يعني هلكت الدواب ويبست الأرض وجفت المزارع والحقول وشكى الناس قلة المطر، فوقف عليهم وتضرع إلى الله عز وجل بكلمات ارتج لها لم يكن معدا لها ولا محضرا له. قال إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلا يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل، الله في كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر نتكل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل. قال ثم أنشد يعني قصيدة طويلة، قال فلما انتهى منها لم يستطع ابن عمر الضمدي أن يخرج من بين الناس إلا محمولا من كثرة الأمطار التي نزلت عليهم ويعني أغرقت الأرض، لم يستطع أن يخرج من بين أيديهم، خرج محمولا. هذا الله سبحانه وتعالى، تعلم كيف تدخل على الله، تعلم كيف تحسن رفع يديك إلى الله. فرفعة اليدين غالية جدا، لكن تعلم. شوف الثلاثة الذين ألجأهم المبيت إلى الغار كانوا يعني محسنين في الدعاء، يعلمون كيف يدخلون على الله. ولذلك أنا دائما بقول لك خليك فنان، خليك صنايعي في الدعاء. احنا محتاجين نتعلم كيف ندعو وكيف ندخل على الله وكيف نناجي الله وكيف تكون بيننا وبين الله هذه العلاقة المستمرة بيننا وبين الله. يقول واحد منهم لما أواهم المبيت إلى الغار وانسد الغار بصخرة وقعت عليهم، خلاص هلكوا في حسابات الدنيا هم هلكا. فيقول واحد منهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن يدعو كل واحد منا بعمل صالح. كل واحد يرفع يديه ويتوسل إلى الله، يتوسل إلى الله، يتعلم كيف يدخل على الله. ومن أحد أبواب الدخول على الله التوسل بالعمل الصالح، يا رب بصلاتي، يا رب بصدقتي على فلان، يا رب بإعانتي لفلان، يا رب بكذا وكذا إن كنت فيها مخلصا.
فافعل لي كذا، فأجب لي كذا، فاصرف عني كذا. فدعا كل واحد منهم دعوة. وشوف برضو سبحان الله من إحسان الدعاء ومن الفن والصنعة وحسن الصنعة في الدعاء أنه اختار كل واحد منهم عملا يعني يخبئه لله، يفعله للأزمات. هذا لما أقع في أزمة أرفع يدي إلى الله وأدعو به. شفت الدعاء؟ الدعاء ده مش يا جماعة مش مجرد كده نرفع يدينا وخلاص، وإن كانت رفعة اليدين مش رخيصة أبدا ومش هينة أبدا، لكن تعلم كيف تدعو الدعاء من كل قلبك، من أعماق قلبك، وتدعو بـ 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 بعمل صالح أنت مخبئه لهذه الأزمة، لهذه الفترة، لهذا الموقف. فدعا كل واحد منهم بدعوة كانت سبب الخروج من الغار. تخيل لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يحسنون أن يدعوا الله عز وجل، لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يعلمون قدر الدعاء ويعلمون كيف يدخلون على الله من باب الدعاء، ويعلمون كيف تفتح لهم أبواب السماء وتنفرج كرباتهم وتحل أزماتهم وتزال عثراتهم بالدعاء، لو لم يكن يحسنون ذلك ويعرفون ذلك كان زمنهم في الغار لغاية يومنا هذا. لكنهم كانوا يحسنون الدعاء، يعلمون كيف يدعون الله عز وجل. ونحن نريد أن نعلم كيف ندعو الله عز وجل، وأن نتعلم من الصالحين ومناجاتهم العجيبة كيف ندعو الله وكيف ندخل على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلمنا كيف ندعوه وكيف ندخل عليه. نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.